فلورنس نايتنغيل، حكاية من التراث الإنجليزي. قصة فلورنس نايتنغيل. تعود أحداث قصتنا هذه إلى 100 عام مضت. قامت حرب اشترك فيها كل من انجلترا وفرنسا وتركيا وروسيا. جيشنا اقوى جيوش العصر، ولسوف نقضي على الاعداء في غضون 6 أشهر فقط. انا متأكد من هذه النتيجة. إلا أن الحرب لم تنتهي كما توقع ذلك القائد، فلقي العديد من الجند حتفهم في حرب طاحنة. كما ترك العديد الآخر من الجرحى في أرض المعركة دون علاج، وهكذا هلك العديد منهم. لم يعد لدينا ضماد أو أسرة، فكيف نساعد الجرحى؟ لا أدري. دواء وضمادات وأسرة أيضا، لن نربح هذه الحرب بمجرد إنقاذ الجرحى، أتفهم ذلك؟ استمع لي، نحن بحاجة إلى تعزيزات. وتدفق الجند على أرض المعركة كتدفق مياه النهر. وحدث ذات يوم. ما هذا؟ من هؤلاء؟ مجموعة من الممرضات بقيادة فلورنس نايتنغيل يا سيد القائد. ماذا؟ مجموعة من الممرضات؟ ليس هذا بمنتزه آنستي ولا حديقة عامة أيضا. كما قلت لك، ليس هذا بمنتزه. نحن على استعداد لكل شيء يا سيدي، لقد أتينا إلى هنا بمحض إرادتنا. أنصحكن بالعودة فورا، ساحة المعركة ليست مكانا مناسبا للنساء يا سيدتي. إن إنقاذ حياة البشر ليس وقفا على الرجال أو النساء. تفضل، هذه أوامرنا يا سيدي. هل لا سمحت باصطحابنا إلى المستشفى؟ خذها. حاضر. شكرا. إن واجبات المرأة من وجهة نظري تنحصر في تربية أطفالها ورعاية شؤون منزلها فقط. هذا هو واجبها الأول والأخير يا آنسة نايتنغيل. إنها وجهة نظر غريبة، ولكني أختلف عما تتصور. أسعدت نهارا يا سيدي. في تلك الفترة من تاريخ إنجلترا كانت المرأة العاملة في موقع لا تحسد عليه، وكل اللواتي جئنا من النساء أصبحنا ممرضات رغبة منهن في القيام بعمل يعود على المجتمع بالنفع. انظر، هذه هي الممرضة فلورنس. الفتاة الممرضة. شيء يدعو للسخرية. لا شك أنهن سيهربن قريبا. كان المستشفى قذرا تفوح منه الروائح الكريهة، وقد أصيبت الممرضات بدهشة بالغة حينما دخلنا إليه نظرا للأحوال الصحية المتردية فيه. النجدة! ماذا؟ هل سنعمل هنا حقا؟ أجل، طبعا سنعمل على مساعدة هؤلاء الناس. والآن هيا هيا لنبدأ العمل. كيف أنت الآن؟ أريني الجرح. لا بأس على هذا، لن نجري البتر بسبب هذا الجرح البسيط. سأطهره الآن وستشعر ببعض الألم. هيا هيا بسرعة ماري، أحضر الضماد. هيا باشرنا بالعمل. في الحال هيا بنا جيني. سنذهب في الحال يا فلورنس. ابتدأت الممرضات عملهن منذ وصولهن إلى المستشفى.
ابتعدي عن الطريق رجاء. كنت أرغب بالمساعدة يا سيد الطبيب، أرجو المعذرة. بل أنت تعترضين طريقي ولدي العديد من الجرحى، أنا على عجلة من أمري. أو كلا، هذا كثير كثير جدا. ماري لا تبكي يا ماري، سيدركون أهمية عملنا إذا ما أحسوا بإخلاصنا وحبنا للعمل. كفى يا ماري كفى أرجوك. كانت نظرات الاستخفاف والاستهزاء تحيط بهن من كل جانب. وذات يوم، إلى متى سيدوم هذا العمل المضني؟ أريد العودة، أريد العودة إلى المدينة. كلا، لن أحتمل المزيد. انخفضت معنويات بعضهن، فلم يعدن يحتملن ظروف العمل القاسية. أدرك تماما حقيقة المعاناة التي نعيشها هنا، ولكن نحن نؤدي واجبا إنسانيا عندما ننقذ حياة العديد من الجرحى. فلنصمد يا عزيزاتي. حسنا اذهبنا. وعادت الذكرى إلى فلورنس، ذكرى الأيام الماضية عندما كانت تشعر بوحدة قاتلة، وها هي الآن ستعاود الحياة وحيدة مرة ثانية. كما توقعت، تركنا كل شيء وذهبنا. لا يمكننا أن نطلب منهن الكثير. وتابعت فلورنس القيام بواجبها بالاعتناء ورعاية المصابين من الجنود، بمساعدة من تبقى من زميلاتها الممرضات، ولكن بحماس أكبر من ذي قبل. وكانت تعمل ضعف ساعات العمل التي كان يقوم بها زملاؤها الأطباء والممرضون. وذات يوم، ماذا تفعلون؟ كفوا عن ذلك. دعيه أيها الممرض، أنه عدو. لقد جرح جرحا بالغا، ماذا حدث لكم؟ لقد آذيتموه، لماذا؟ اسمعيني جيدا، إنه من الجنود الأعداء، اتركيه فسوف أضربه حتى الموت. ولكنه جريح، افهموا ذلك. ما الذي يحدث هنا؟ أرجو أن تعالجه أيها الطبيب، إصابته بالغة ولا أستطيع معالجته بنفسي. إنه عدو لنا أيها الطبيب، فكيف لنا بمعالجة العدو؟ لا فرق هناك بين العدو أو الصديق، إنه جريح. أرجوك أيها الطبيب ساعد، أرجوك، إنه جريح. انقلوه إلى غرفة العمليات، هيا. ماذا تقول؟ دعك من هذا أيها الطبيب. هذا أفضل لك، هيا قيدوه. ما هذا الذي أسمعه؟ ضعوه في السجن حتى يعود إلى صوابه، وأنتم احملوا هذا الأسير إلى غرفة العمليات، هيا. حاضر سيدي. أيها الطبيب، ها؟ شكرا لك. ماذا هناك؟ اسمعي، لم أقدم له المساعدة نزولا عند رغبتك، بل ساعدته بدافع من واجبي كطبيب. نعم هذا واجبي. وهذا ما يمليه علي واجبي أيضا. شعرت فلورنس بشيء دافئ يملأ قلبها، فقد انضم صوت الطبيب إلى صوتها من أجل إنقاذ حياة البشر. وسرعان ما حل فصل الشتاء، افتقرت المستشفيات الميدانية إلى جميع وسائل التدفئة على اختلافها. الجرحى سيموتون من البرد إذا لم ندفئهم، نحن بحاجة لإصلاح السقف والجدران. يجب استئذان القيادة،
سنتمكن من إصلاحها بمساعدة الجنود في غضون أسبوع. لن أسمح لك باستخدام الجند دون إذن القيادة، تلك هي الأوامر. عفوا يا سيدتي. ومتى كانت الأوامر أكثر أهمية من أرواح الناس؟ الجيش هكذا. شيء فظيع، شيء رهيب. ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ وصلت أمس بعض الأغطية لتدفئة المرضى من إنجلترا، ولكن ذلك الجندي البغيض رفض أن يصرفها لي. ولكنها أتت من أجل هذه المستشفى، أليس كذلك؟ نعم، ولكنه يدعي أنه لا يستطيع أن يسمح بصرفها دون إذن مسبق، ولقد تعلل بالأوامر والتعليمات. شيء رهيب فعلا، رهيب رهيب. تعليمات؟ التعليمات ثانية؟ أوامر وتعليمات؟ تعالي معي وسأتصرف، هيا. أحضر لنا الأغطية رجاء. لم تصلني الأوامر بذلك؟ أحقا لا يمكنك هذا؟ أجل، فهذه هي الأوامر. فهمت. أعطني المفتاح حالا. كفاك بزاحا، كفاك كفاك. أعطني المفتاح. دعي البندقية، إنها لا تناسبك أبدا. أعيديها إلي، هيا بسرعة أعيديها. سأطلق عليك النار في المرة القادمة، أعطني المفتاح، هيا بسرعة. هيا يا ماري افتح المخزن، هيا. حاضر. سوف تدفعين الثمن غاليا. أنا على استعداد لتحمل المسؤولية كاملة. لما تقفون هكذا؟ هيا ساعدوهن. الطبيب؟ كم أنا مندهش لهذا التصرف، سأكون مسؤولا عما حدث اليوم. هيا أحضروا الصناديق بسرعة، هيا تحركوا. حاضر سيدي. وهكذا عمل الجميع جنبا إلى جنب. خذ هذه لك يا عزيزي، خذ. شكرا، شكرا جزيلا أيها الطبيب. الممرضات أحق بهذا الشكر. هذا عمل للرجال، اسمحي لي. وهكذا اجتمع من حولها جميع من كان ينظر إليها شزرا، وسرعان ما تحول المستشفى الميداني إلى مكان نظيف ومريح. أكاد لا أصدق هذا، هل ما جاء في التقرير صحيح؟ أجل يا سيدي، كان معدل الوفيات بين الجرحى يصل إلى 50%، ولكن تضاءل هذا المعدل إلى 2% منذ وصول الممرضات. شيء لا يصدق فعلا، يا لقدرة هؤلاء النساء، عجيب. هذه هي الحقيقة سيدي القائد، وعلى الجيش ألا يهمل الممرضات أو المستشفيات كما كان يعمل سابقا. نعم. حقا ما تقول؟ أجل، سيقوم الجيش بدعم المستشفيات دعما كاملا يا عزيزتي، وهذا سيدخل الفرحة إلى قلوب الجميع. شيء يحيرني فعلا، ما الذي حدا بك لاختيار هذا النوع من العمل الصعب؟ هل كان هذا العمل من اختيارك أنت؟ ومن قال لك بأنه صعب؟ إن سعادتي لا توصف به، أحبه كثيرا. سعادتك؟ ولكن اشرحي لي، لا شك أن الكثير قد تقدم للزواج منك يا عزيزتي فلورنس. الماضي لا يعنيني في شيء أبدا. أنا أعرف أنني قادر على إسعادك. مايكنز، لقد انتظرتك حوالي 5 سنوات ولم أعد أطيق الانتظار. أرجوك أرجوك أريد أن أسمع ردك الآن. وماذا عن عملك ممرضة؟ وأنا إنني أحبك.
وأنا أيضا أحبك. لما لا تتركين عملك إذن؟ هل عملك أهم مني؟ أرجوك أن تفكري مليا. وهل علي أن أختار يا عزيزي؟ أرجوك هل تتزوجينني؟ أنا لا أستطيع الانتظار أكثر. أنا أحبك أكثر من أي شيء آخر، ولكن لا أستطيع، سامحني. فهمت. كنت أحبه أكثر من كل شيء، ولكني لا أستطيع العودة، فهذا قدري. أجل، هذا هو قدري. وصل بعض الجرح الآن، تعالي بسرعة. سأذهب الآن، إلى اللقاء. وأصبحت الحرب أكثر ضراوة. أرجوكم لا أريد المعالجة، أريد أن أموت، أريد أن أموت. لا تستسلم أيها الشاب، ستشفى بإذن الله. ولكني لا أريد ذلك، فهذه المرة الرابعة التي أدخل فيها المستشفى. هذه رابع مرة. هون عليك، تفاءل بالخير، فما زلت على قيد الحياة. كن قويا أيها الشاب، كن قويا. كانت فلورنس تتفقد المرضى مرارا وتكرارا، وحتى بعد انصراف جميع الممرضات. الآن سنايتنجل لقد أتت إلى هنا هذه المرة أيضا. عندما كانت فلورنس تدخل غرفة المرضى وبيدها المصباح، كان الهدوء يعم الغرفة، فالجميع ينتظرها بفارغ الصبر. كيف صحتك الآن؟ أما تزال تشكو من المرض؟ كانت تتحدث إلى كل مريض بمنتهى اللطف والهدوء. أراك لم تأكل هذا اليوم، ما رأيك ببعض من الحليب؟ سأساعدك على تناوله. شكرا لك. عفوا، يجب أن تتعافى بسرعة لكي تعود إلى بيتك، هيا. كان وجودها إلى جانب المرضى يخفف من آلامهم الشيء الكثير. تحلى بالصبر ولا تستسلم أبدا. شكرا لك يا آنسي فلورنس، شكرا لك كثيرا، شكرا. كانت عيون المرضى تتابعها وهي تحمل المصباح حتى يغيب عنهم نوره، وبعدها كان الجميع يخلد للراحة بسلام واطمئنان. وبعد مضي عدة شهور شفي الجندي الشاب واستعاد صحته، ثم رجع إلى ساحة المعركة. سأذهب الآن أيتها الآنسة، تمنياتي لك بالتوفيق. مع السلامة، في حفظ الله ورعايته. بعد مضي سنوات ثلاث وضعت الحرب أوزارها. مات الكثير من الناس. تلك هي الحرب، إنما أقدمت عليه من أعمال مبعث فخر واعتزاز. ولكن كم أنا فخور بالعمل معك، أنت مثال للتضحية والفداء يا عزيزتي. وبوحي من إنجازات فلورنس نايتنجيل شهد العالم تأسيس منظمة الصليب الأحمر عام 1864، التي قامت على أسس تقديم العون والرعاية الصحية للجرحى المصابين من الأعداء والأصدقاء على حد سواء. ومن هذه المنظمة انبثقت منظمات عديدة وفي هذه المناسبة أقيم حفل كبير حضره جميع المسؤولين،
ولكن أفكار فلورنس كانت بعيدة عن الأوسمة، فقد كان شغلها الشاغل أولئك الذين لقوا حتفهم من الجنود الشباب في ساحة القتال. ولم يقتصر تفكيرها على الجنود فقط، بل شمل أيضا جميع البشر الذين لقوا حتفهم بسبب الحرب الدنيئة. وقد توفيت هذه المرأة الشجاعة التي وهبت حياتها من أجل مساعدة الآخرين في 90 من عمرها، عام 1910.